بسم الله الرحمن الرحيم. خوش كبران خوش تفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هر جيكين لبن صلاة خدو لبن جارك قادي هاتين خزمات وادوب وبيشكش كرنا خلاكا قاديش برنامي وبرنامي دقل قرآني دعاش خدت كين خدت تعالى جيانا مهمية بدت قل في قرآني خدت تعالى برسقي ما بكت خاندنا ويجبر كرنا ويكار بكرنا وعمل بكرنا خدت تعالى روج بروجي برما شرين بكت ام پتر کار به قرآن بکین. خوشکبرات رزدار ایک سر دی برف بابت خواه چین ام گهشت بین بابت مقاصد آن مباد القرآن کردی مرم و مبستت قرآن که قرآن پتر بحثی چکره قرآن بو چی هاتی خواره. خوشکبرات رزدار والله گل جامد بجین، یعنی هر کتبه که هبت تو بخوای مفاهیم جهار بگیری باشه، تو بخوینی باشه، تو نه خوینی جهار درسته، بس خدا اف قرآنه اگر عمل نزفرین و عمل دیفچونه نکین، ام نسح کنی که چی تی دانه، چکه اف قرآنه رساله نه بومیت هاتین، مصیری ما پیوه گیری ده خوش کبرات رزده، هر کتبه که هبه تو نخوینی، خود تو جه نخسارته، بس والله قرآن تو جی دیل که تو نزانه که چی تی دانه و خود چی گوته ما، چکه اف قرآنه مصیری ما و چاره نویسی ما پیوه گیری ده ما بفتو و ما نفید ما باوری په هبت آن ما په نبت والله چارا نویسی ما پیوه گریده و قرآن که ما بحثی چی کرد و جاش مرم و مقاصدت قرآنیت مزن مبستت قرآنیت مزن یاش همیه مصدر ما گوتی اوکو توحید خوده امرش همیه مصدر خوده امر ما پیکری توحیده و نهیش همیه مزنتر خوده نهیه مش تشتکی کربت عکس توحیده کد بجنه شرک و جا مقاصد القرآن کردی ما خلاکا بوری هنده گوتنو ام سریا اولی راستا بین اگر خود حس کد چنکی گلا گلا گرنگه و گلا مهمه احتمال وی خلاکی و خلاکا بیجی هم هر سر توحیدا خود تعالی باخوین که توحید چتشته جارد دوباره بیروه پی اینین مقاصد القرآن جاره چنه آن ام بجنی مرمو مبست آن مباده ات قرآنه قرآن چتی دانه و بو مبحثه چگره طبعا مقاصد یتن یت مزن یتن یت خاص یتنی جزئی. اوه مظنم جنی یا اعظم آن یا عام که ما گویی بحث توحید و وانتش تا خود تعالیه بومت قرآن دا گویی مقاصد عامه یعنی الغایات الملحوظه فی جمیع القرآن. همت همی صفحه و همی پرده احتمالا دبینی که قرآن اشاره تا پویدای که تحقیق التوحیده یادی احتمالا هندکی خوازیت ده ها بتوکی حفظ الضرورات الخمس حفظ الدين حفظ المال حفظ النفس حفظ العرض والنسب وحتى دمهيك ما يتخاز يتنوي كي تشريع وأحكام الأسرة والإصلاح المالي وقضائي وأن يجزئي متفاء وكي داس نبيجي ونكاحي وأحكام الأسرة عندك شوانا مهم مقاصد القرآن يشهمية مصدر ما قولي تصحيح العقائد والتصورات أمدي بحسي فيكين في خلاكي وخلاكي بيجي يادوي ما قولي تكريم الإنسان ورعاية حقوقه تكريم الإنسان رزقرتنا إنسانيات مروفاتية چنك هم دير جهينوي إن شاء الله خلقا بيدكو خد تعالى إنسان بكرامت إخستي من قتل نفسا مثلا بس النفسي كري إنساني كري ومن يقتل مثلا يعني من قتل نفسا بغير نفس عامة يعني تكريم الإنسان ورعاية حقوقه هذه الأمر بعبادة الله وتقواه كما رمجي فما قصدت قرآننا یا دی تزکیه نفس البشریه بجنه تهذیب الاخلاق فاقش کرنو یعنی تربیت کرنو انسانی و مقاصد قرآنیت مظنن تکوین الاسره و انصاف المرأه بناء الام الشهیده یعنی على البشریه یعنی آیت قرآنیت بجد کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف آن شهداء مهم ام خود تعالی اتکرین شهاد سرهمی بشریته يادي الدعوة إلى عالم إنساني متعاون وحتى دمك طبعا أف مبدأتها أف مصالح ومبادئ ومقاصدتها عربي لا تصلح الإنسان بغيرها أف مقاصد القرآن بما قوتين بوشي مهم بوشي خد تعالى بما تيدا قوتنا نتشتكي هما ما زاني باشا وما نزانينا أبا خد تعالى بما داين والله فيتم إنسانية هميل دي فيبتشين قالك تهين بخواه عندك قوانين وياسايت وضع الدين أفيد كو درست ديف مصلحتها إنساني تقنجن صدر صدر موافقة ديال القرآن يعني ما قصدت القرآن جي هر ديال فطرتها ما ديال عقل ما
گنجد دین ما دین خوشگبر وتر زاری اول ما گودی دین توحید یا توحید هر اف کلمه ها کو امجنی مقاصد مازن توحید خود تعالی اجبر توحید هم هر اجبر توحید اسلامتی هاتی دیناندن دینی هاتی دیناندن قرآنی هاتی فریکرن هر اجبر توحید پیغمبری هاتی فریکرن هر اجبر توحید اف مولا خود کعبه يا هاتيا دينوندن توحيد يعني لا إله إلا الله ودي سبب شهرج بر توحيد الشريعات يا هاتي دينوندن وديار كرن أف بيفا خوش كبرة رزدار بيفا توحيد كلمة إيكي يا كم رفتيت نف إسلامتي دا كم رف بصرمان ببن كو كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أبا أو بيفا خوش كبرة رزدار بيفا لا إله إلا الله وكي جارك موسى عليه السلام شوان جارت كو امزان كلم الله موسى عليه السلام جل خود تعالى تاخفت جارك بجد از بخا دا خوازيه كي دعا كش خوده كم يا خاص بو مبد بجد يا ربي يا موسى عليه السلام بجد يا ربي پيوك ذكرك تشتك نشام بدا كو از خوابي نزيكي تب بكم از الدفته مظم بم از يعني توبي حشم بكي تشتك نشام بدا كو از بكمش همي كاري دي خيرتر بش همي قوتني دي خيرتر بد شتاكي خاص بدا من وكو از كليم يعني از جلتا تاخبم خود تعالى قد موسى عليه السلام خود تعالى قد يا موسى بجا لا إله إلا الله إنا موسى قلك ما مستغرب ما عجب جرتي قو يا ربي من تشتاكي خاص يشتا خاصي تو بس يعني بو مبيجي وكو از كليم الله قد جلتا تاخبم كلمة لا إله إلا الله خلق همي ويت زانت وخلق همي ويت بيجنجي خدت تعالى تجاوب موسى دا خدت تعالى قلت يا موسى ما تجد بيجي والله أجر هر حفظ طبقة عسماني عسمان بهمي وهندي تشت النافرة واندا وهندي دي وعرض هر حفظ طبقة خفا جيرانيوي وهندي تشت النافرة واندا بچن لاك ترازي دا وكلمة لا إله إلا الله بچت لاك دا دي لا إله إلا الله جل جلك جيران تربت وبقدر تربت شف تشتي دي همية هندي تشتي تربيجي أبا معنى كلمة يا توحيد لا إله إلا الله چنكي توحيد حق أم دي فيدا سبيكين طبعا توحيد بوشي توحيد يعني توحيد چتشتا توحيد حق خدي السرما چنكي هندك تشتي تهين خوش كبرة رزدار بوشي توحيد جلك كاسيت هاين دي نبي جاكن دي روجيا جرن دي تشن حجي دي تشن عمري دي جالي قران خوينين دي جالي قران جبركن دي جالك صدقه دي جالك كاريت خيريكن مشروعيت خيري مشروعيت خيري مزقفتي وخاصه اوفاكن مدرسه يعني حتى دماهيكي بس والله اكر يعني الشرك ناف ضابط والعياذ بالله يعني او بس فايده الدنيا دي جهات ويك ومدحنا يعني تجارتك احتمالات تشتا جهاتي بس خدي وهو في الآخرة من الخاسرين قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم لقائه حتى دمائك آياته يعني التوحيد جل جرنجا خوش كبرات رزار چنك يجي ما قلت عندك عملتا تدبين خير بس أكر توحيد تدانا من نجبر خدي بتخاص أو تشتاد بيج بدلو ما توحيد جل جل جرنجا أم همي خط عالمين جلك علما علم حديث وعلم فقه وعلم نحو وعلم صرف وعلم يعني الدنيا الطب ويوارزش ويادي بس احتمال علم توحيد قالك شما تشتكي جي نظانا وهر چند نيوش اساس همي خير وخيراتا توحيدا خوش كبرة رزدار ام دي في خلقه وخلقه بيجي ان شاء الله دي بيجي چنكي ما قد دي توحيد دي عملتا راجر دي قبيل كت هكا تو چند عمل باش تقديم بكي ويباش يعني خير وخيراته وبرجان دي خلق كده به وكي آتا قرآن بجي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نخد تعالى فأتش برمي يدكرين تدهاش بار وانتشنا خدنا كي مروف شركك ورياءك وإخلاص تدانا بد توحيدا خده تدانا بد أول لو ما يعني توحيد فعلا جهه ما ترسيه حتى خوش كبرات رسدار بوش هم بجني توحيد چنكي تعدد ياد جلك لا يعني ديت يد ديني دايت هاي تعددات فقهي ده هاي مثلا يعني أم بيجين
فلان كاس مذهبه امام الشافعيه وحنبليه ومالكيه وحنفيه وابد تعددت يعني اكيد رايه فقهيدا بس تعدد التوحيد دانينا يوم تو مؤمنه كدرستي اهل السنه والجماعه ديف حديث صحيح ديف قران تشي يان خدنا كيتو مبتدعي وبدعتي وشركات كي يعني التوحيد او ابوك خدت على عمل مرويش مروي قبيك التوحيد او ابوك تعدد تدانينا نعم جارك تو فلان بي وجارك فلان نخي التوحيد يعني ايك تعدد تدانينا بس تعدد قالك مسائل الرأي فقهي دا يتهي خشك برات رزدار بله خشك برات رزدار ما قلتي توحيد كلمة ايك توحيد شيك وما قلتي لا إله إلا الله توحيد في ربوبيته رب السماوات والأرض يعني تبظان لا خالق إلا الله كس تشيكر مو تشيكر عرض عصمانا نينا إلا الله تنبت خد تعالى تشيكر حميجتنا هر تشتكي تقول بدو تبظان تببيني بظان أو تشتا خدية تشيكري دي سواء يعني لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله تبظان رازق جا رازق حميجتا ساخلمياتا مالتا پارتا يعني صحتاتا عيالتا که چی تشت خوده برسقه تگیره او مالاتو تیوه همی بزان رازقش خودیه هکر خوده او سخلمیه نداباته او عقله نداباته او یعنی گشیانه نداباته تنش یا وام تشتید که تا هین تو بدست خواه بینه یعنی لا رازقون الا الله بجا رزق برفرهی خواه و رزق نبس بحث پاره هر چی خوده برسقه تگیری و تا هی اوه توحید الربوبیه بشن ولا مالکون الا الله يعني كاس يعني اف ملكها مي بس يخديت ويبزاني تني الله يا توحيد الا ترى مع الله احدا تو كسي يعني ديال خدي بشك دارنا كي تو كسي نبينيت الا خدي بتني لا الا ترى مع الله احدا الا ترى رازقا غير الله والا ترى في حكمه احدا ان الحكم الا لله وان الذي يعطي هو الله هذا معنى يعني اكيد بيجن الربوبيه وان الذي يعطي هو الله ويمنع هو الله انا بد كدت هر خديه ابيش تمنعت كش تديرت هر خديه تبلندت كت هر خديه تنزم بقيمتك هر ش خديه وان تؤمن ان الامر كله بيده ان الامر كله بكله بيده اليه يرجع الامر كله همی تشت همی کارو بار دی بال خوده بزورن همی تشت دمایی که همی چتا سری همی چتا دمایی که دچت یعنی بال خوده بزورن دچت بر دست خوده او خوده حاکم حاکمان او همی تشت دی برف خوده بچن همی کارو گریارو همی شون توحید الالوهیه طبعا توحید فی ربوبیته و الوهیته و اسمائه و صفاته و اخلاصه بالعباده اوه معناه توحيد خد تعالى الوهيات يعني الا تصلي الا لله والا تصوم الا يعني تو نيجب تنبو خدي بك تو روجيب تنبو خدي بك تو بتي حاجه تنج بر خدي هر كارو كيارك و عباداتك وطاعاتك تو بك افراد الله بالعباده اب كرت هذا معنى توحيد الوهيه يعني عبادتك خاص بو خدي بك اياك نعبد وإياك نستعين وأسماء الصفات شيا توحيد أسماء الصفات يعني مثلا تأخذ على السميع البصير المنتقم العليم الحكيم طبعا السميع يعني احتمال عندي مصطلح هم بيجاكي كردي خلطت بيجين نا قهلت بد نا سميع هم بخده بخب قهلي بينا سميع هم بقهلي بينا صيغة مبالغة بقهلي بين اب بهستنا نا قلت بد نا هما بقهلي بينا بهستنا العليم نا تزاند نا هما بزانينا خد تعالى بزانينا هما زانين همي زان مثلا تو بجي الحكيم البصير نا دبيند نا هما بديتنا خد تعالى بخوا بديتنا اوه كو بجني الصيغي مبالغيب عربي كردي مقابلي اوه اب قهلي بين اب ديتان اب الزانين يعني بهامي زانين هكا مري بيجي فلان تش دبينت يعني معناها هر وكي تشتاك نقصك عليكو هندا جات شيت بن نبينت بس هما بديتنا هاو درست اب قهلي بينا اف يعني توحيد
اسماء و صفات خوده بو چه هم بشین توحید خوش کبرات رزدار چنکی خود تعالی اب توحید مروف یه امانت دا یه هدایت دا يعني الدنيا وآخرة ده وكي أتى القرآن جاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أفكوا تيكل نكت بالشركة إيمان خط شتشتي دي تيكل نكت أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أفايت إيمنا أفايت معنى التوحيد وقت تو إيمنا وتو راس داري كرية لا مهم بجين توحيد بوشي توحيد شنكي هكذا التوحيد نبت قلق قنهت هين قابل غفران دنينا شبت خدت على المروفي ببورد مروفي نجرت هر قلناها كتب كيو تشات مظن بد قابلي جو يعني ليبورينيا همي قلناهجي أم نعم عنهم شافا كيم صحيحين قلناها نا بس يعني فرمودايت هيني الصحيح وآيات مثلا قاتل ومقتول في الجنة خدت على دي رازي كد بس أواكو نغفرت الجهة ما ترسي بوشي توحيدا خده جلعي نقطة دي بيجين شوانا إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء همي يعني وقت قالك فرمودايت هين بو نمونه شوانا كان امجي كور بينين وقت امچين سر جيخوا سورة قل يا أيها الكافرون بخينين پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجد او بريء من الشرك يعني او شركي بريء بي يعني هزر بك وقت تو چه سر جيخوا بو نوستنه تو قل يا أيها الكافرون تخينه او تو ايمن بي هما تو بمريجي ان شاء الله تو قابلي يعني عافية خد تعالى در رحمته بدي تعافيك سر هل قلنا هكا تبكي لو ما بوشي توحيد چنك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء طبعا الشرك يعني وقت تو هدف تو هدفك هاي تو خلط بشي تو ناقي هاي وي أرمان جاوكو تفياي تو بعكسي بشي يعني تتجه إلى غير الله أن لغير الله معناه أوي يعني نيدي لخوا تو تشتاكي بوست كي على سطو تشي برف هدف خواه آرمان جه بس توی رکی خلطه که توی پتر جدیدت بی لما بود چی توحید خوش کبرت رزا دی سوا آیتا قدید بیشد و من یشرک باللهی هر کس شرکی بو خود چی کد یعنی نه توحیده شرک و توحید عکسی که فقد ضل ضلالم بعیدا او شرک آرمان جو سرکی که رازی بینا خوده که بحشت گلک گلک جدیر کد نید له خاطر کاری که باشد که بس اگر خدا نکری شرک تی دابت هف پش که تو کی تی دا ان نیت تن صافی بن نخالص بو خود بر ریات تی دابت یعنی تو شوی ارمانج خود دیرت کی دی سبب بو چی توحید و من یشرک بالله فقد حبط عمله رجل گلا خطره هزر بک یعنی طبعا احباط الاعمال جی دو جور میت هین اوی شرک بو خود چت کی توحید خود درست توحید يعني إفراد الله بالعبادة يوي نكت شد بجد بجد فقد حبط عمله إحباط الأعمال جد دجورا إيكي هاي هما كاري بخوا خرابة بس أز دي في خوش كبرة رزار بيجم بريد بيجم أفتنا كي بيجم بري في قال جا هند كز دي كاريت خراب كن كاريت خرابا أن نفيش ناكت أن هما كاري خرابة أخلاقي وعملوي خرابة گله که تا مثلا دبیش بونم نشارت دل نه اوه کاری بی خراب بد دلی بی هش خراب تره اوه بوا معلوم بد اوه ما کاری بخوا گنه کاری بخوا گنه او کاری اود کد مثلا والعیاذ بالله مثلا بونونه کچکه جنکه که سفور او حاشا گله گله که عنی والعیاذ بالله گله به ستاره خوا کاری بخوا گنه والله داخلی او گله خراب تره اوه باش بزانه اوه عملی مثلا حاشه که عرقی باد خود ایک نوی جانا کد ایک هر دل دیبا باد خود تشنید ایک دی کشتنی کد ایک دی گندالی کد دزیا ملتی کد ظلمی کد تو بجا الله شر دلی بیا اوه عملی جاریب سر و خراب بد صدش صده بود دیار بد دلی دا گلک گلک وما وکی آیت قرآن بجد اوه دلیوان دا گلک و گلک خراب تره مادم عمل خرابه چکی ظاهریا عمل خرابه دلیوی صادش صادق خراب تره هکر داره که فیقی فیقی وی ناده تو هشکه و قرمجی و نیوک رزی و نیوک هشکه و دسته بلیه که تبه معنی قرمه وی رهیتی داره نساخله من و داره که دی مقابلی وی یا کسکه و فیقی وی جوانه و کشخه و هر مروف دن آلسا که تبه همی ساخله من معنی رهیتی داره نافدهی وی داخلی نافدهی یا داخلی وی داره یا ساخله من مهم عمله ای که خراب به داخلی وی خراب تره
بس يعني هيك هي كاركي خراب بكت حاشا جهد خرابية ومل هاي وتشتكي وصل تشيكت كو خرابي بتيضا بتيرني افا عملي خراب او شو احباط العمل هما بخاني ناوي سرفا وبنفا او شوية اما يا دي جورا كدي احباط الاعمال كو هوا بابا تمرسل افا وقت تو نا تشتك تباشي كري سرفا خلي بجنا بي تشتكي باشي كري مزقفتك او تشكري ريكا او تشكري جسرك فلانك مدرسه مزقفتك بل ناش بر خودي بيش بر تجارت خوابي دازاري بسر رابط آن جبر مدحي بي تشتكي باشي كري بيش شابت خلقي و بو فايد الدنيا خوا بس مادم نبو خودية اول نوعي كدي احباط العمل وما يشرك بالله ها بحسوية نبحسوية في كاري بخوا خراب فقد حبط عمله آياتك دي ومن يشرك بالله فقد بوشي توحيد ام بجين خود تعالى بجي ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والعياذ بالله يعني في الشركة بو خودي چد كي شركة بو خودي چد كي خود تعالى تأكيدت كي صيغة مبالغة وأداة تأكيد فقد حرم الله عليه الجنة والعياذ بالله خود تعالى ما الشركة بارزت يعني بحش صار حرام بي خلاص آياتك دي ومن بوشي توحيد ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أوي قلناها كوا جلا جلا تشك قلناها شوية مصدر نين كوا وبكت وقت شركيت كت ومن يشرك بالله دي سفا فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون بوشي التوحيد خوش كبرات رزدار چنكي الشركة عملي دا وكي ما قوتي تتجه إلى غير الله دي تابو غيري خودي كر وكي أو فرمودات بجد أو الشركات بو خودي تشيت كين خودي تعالى رجاء قيامت بجد هرى تا بو فلان كاسي كر هرى بلا أو كودي تشدت تا هرى يعني دي تابو دي وي كاسي هلب هيفيا ويفا إلى تتجه إلى غير الله كاچا وقت ام خوش كبرات رضا چا تتجه الى غير الله ما هيز بفيت فتم خواب جهين نيه بهيز كو خود تعالى نه ما عزت بفيت فتم خواب جهين عزيزي كو خود تعالى نه داما عزيز بكت ما رحم بفيت اك رحمه ما بد خواب جهين الرحماني دا رحمه ما بد رحمان الرحيم اما هر تشتاكي كو ما بفيت گنهت ما بغفرت خواب جهين الغفاري غفوري دا گنهت ما بغفرينه كاچا وكي اك مثلا نخوشت بنخوشي گهشت يا جسمي يا بدني دي چت قصد دكتوري كت تتجه الى الطبيب نو چت قصد حدادي بك چكي يعني خلط ريكوي جرتي خلطا نخوشه بچ دف حدادك او بچ دف پنجرچي اكي او بچ دف يعني كسكي نمخ اختصاصي وي عينا عبادات و عمل ما وقتم خيره كت كين ويتم بچين دف خدا نوي كو خود تعالى نه تتجه الى الله ام نچين تتجه الى غير الله بله خوش كبرات رزدار لازم ام وكما قلت اتجاه ما وقتم عبادات وعمل وطاعات تكين خير تكين بو خد تعالى بت ام بتشين دفي لمن بيده عزة تعزات بفيت هر دفي في عزات الدستي دا تتجه لمن بيده مغفرة تا مغفرات بفيت هر دف وكما قلت غفاري مغفرة ذنبك تا في قلنا هتاب غفرينت تا بو برد وتتجه لمن بيده أن يرحمك هرد في الرحمة بتبد ولمن بيده أن يرزقك هرد في رزقي بالدستدا قصطويبك ولمن بيده أن يشفيك هرد في يشفاء وعلاجات الدسويدا علاجة همي كارو أو كتا تشي مصلحات وتشي حاجات هيا فإذا اتجهت لغيره هذا طبعا معنى الشركة هذا هكذا تو اتجاه خاطب تشي دف كسك دي لغيره فلا عزة ولا مغفرة ولا شفاء ولا رحمة ولا عزة ولا حتى دمائكي شكتنا شو دف اوه خدان اختصاصي وي كو خد تعالى نا خدان وانتشتا ما خد تعالى بو چيت بجد حنفاء بحث صفات المؤمنة حنفاء لله تتجه الى الله حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء حنفاء يعني المتجه لله وإلى الله يعني همي تشتوي بو خديبت همي عملته بو خديبت عقله وتفكيره ومشاعره ونشاطه وشبابه وإمكاناته
وذكره وحديثه وماله وحياته ومماته وطاعته يعني همي في سبيل الله في الله لله بو خده بد واعتمادات السر خده ومعنى توحيد خده أن تتجه إلى الله يعني تدرس برف خده ببچه بله خوشكبر ترزدار چنك هم تزانين فرموده اقا گلگ گلگ فعلا جهما ترسيه وهم همي فد همي قابج اللهم إني أعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه هم گلگ في يعني في دعاي بخواه بكنا وكو پیغمبری صلى الله عليه وسلم نشما دائم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه يا رب يا مخطط بارزين تو ما بارزش همي جوري الشركي والرياء أبا عم تزانين و أبا عم نزانين هند جام خدنا كيام كبين تيدا يا رب تل ما بغفرين تل ما نجري أبا كو أم بي نزانين چنكي فرمودكا جلي جهما ترسيكو همي قبام خواهشيار بكي خوش كبرت رزدار هن زانن پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجد اي كمين شوان سي كسد كو آگير جهنم والعياذ بالله بي خوشت بد و بي هلت بد هن زانن كيشكن نگوتا اويد يعني عراق فاتخون اوه نویجان اکن آن اوه يعني هر نوع اکی گناه و همی گناه هن آن اوه اکی کشت يعني هر گناه ها که ها به خود تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بجد ایکمین شوان يعني سی کسن ایکمین کسان که آگیر جهنم پوانا هلد بد ایکمین کسی که دیچن جهنم ایک شوانا اوه که حدیث بجد رجل قاتل فی سبیل الله حدیث دریج و مشهوره ایکی خوا جهاد دایی هاتی کشتنه یه شهید بهاتی کشتن خدا تعالى دوش تبو چی خدا شهید کرن یا رب اجبرته و دا كلمة الله هي العليا دا پیوته لا اله الا الله بلند بود خدا تعالى دوش تو دراوت کی ملائکه جی دیفرا دوش تو دراوت کی دوش تا دراو کرن تاش بر هندی و کر دا طبعا من کورتی بیشن لیقال فلان مثلا جری دا من فلان کس جری او کرک شجاع او یعنی ناترس ناتوف ترسه ظلمه کی بسات ظلمه تاش بر هندی او خلقی و گوجی او گهشته افریقه تو دراوت کی وخد تعالى والعياذ بالله هذا جهاد ده ها بس كي نبو خديا كلي ما ترسيا كر هكر ما توحيد نبت ام شريك ابو خدي تشكين والعياذ بالله دبش اي كمين كس ابي باوجن جهنم ده وهر چند ده جهاد اج ده شهيد بي بس يه هاتي كشتن بس چيا نيته وي ندرس بي داخلي بجن ابا جريئه ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القران يعني ظلمك بي عالم يبي عالم علم الدف فايدا بي علمك باشي هاي و يفيري قرآن بي قرآن اجبار كري حافظ قرآن يا شبرش قرآن تخوين بدنجي خواهي خواش مهم قرآن اجباره خدت على دبشتي تابوشي قرآن تخوان يا ربي مشبرش قرآن تخوان اجبارته خدت على دبشتي تدراوت يب كورتي عميد بيجين ملكة دبشن تدراوت كي بس داخل بجن اللي يقالوا فلان عالم فلان قارئ فلان حافظ اجبار فلان كاس داخل بجن تزاناي تو عالمي الله يتعلمك الله بوشي هاي ما شاء الله ابو علمته يعني دخل ما تحيته يمكن طبعا بس لما تشتغل في ريفيجن هيك ان يتا اي كي نا او بد ان يتا ويب خمر انسان ان يتا خد زانت خد تعالى نيت ما فاقش بجد ايك جهاد ده بيت كشتني خالد ما تحيت ويكن بس اوي نا ان يبي كوبش تو رب جنا وجريبي ايك حافظ قران يا قران تخينت ودنجي وخشو ومشهوره قراتيه بو خودت خوینت هکی هنده بجا مدحیتو که بخواست خواه خلق دی هر مدحیتوی کن بس هکی انیتاوی نه بکو خلق مدحیتوی بکن او یعنی وکی گوتی مزگین یا دنیا بری آخرت یه ما نه بحث هنده یه نه معنی هم شعن وانا حاشا که متکین مادم بو خوده خلاص یاسیه بجن وراجلون تصدقه گلک صدقه و خیرت کرن لیقالو فلان جوادون کریم بس داخلی بجن او مرده و خیرات کت او زنگینه ها هكذا زنجين مرد بده خليك ما تحيط فيك بس ان يتوين عود بله خوش كبرات رصدار راستي ما جلا جلا تشتي دي هالسر في مقاصد القرآن ما رمو مبسط القرآن كو يا ايكي توحيده و اعظم مقصدش قرآن هر تمام نبي چنكي يا مازنة ان شاء الله خلقا بيت دي تمام كين وقت ما نمو و در هنري اشارات دن ما حتى خلقا بيت ببينو بنشاف ديريا خدوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.